تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة مستشاري صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. ورفع سمو الشيخ علي بن خليفه الخليفه الى جلاله الملك المعظم اسماء ايات التهاني واطيب التبريكات بهذه المناسبه الوطنيه داعيا الله سبحانه وتعالى ان يحفظ جلالته ويرعاه وان يسبغ عليه موفور الصحه والعافيه وان يحقق لمملكه البحرين وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل قياده جلالته الحكيمه.